لا 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 اديني هتخالف محمد من صلاح الاخر. راجل من نجوم العالم حاليا، ويورجن كلوب طلع وصرح وقال لك بالاتفاق، فمعنى كده ان الموضوع خلاص خلصان. زائد ان انا اسف يعني، هو ما حدش يقدر يقول لصلاح لا، بمنتهى محدش الامانه. يقدر يقول له صلاح بمنتهى لا. الامانه. يعني يعني انت بتشوف ان دي كانت رغبة صلاح نفسه انه يسافر، اعتقد لان دي لو صلاح قرايتك للمشهد ممكن يقول لهم لا مش هسافر هقعد. صح؟ يعني ممكن صلاح حتى يكلم كلوب تليفونيا، لا انا كابتن الفريق وقائد بتاع ما الفريق ينفعش امشي دلوقتي. ولازم اكون موجود مع الولاد. اعتقد لو كان حتى كلمه مستحيل كلوب يقول له لا تركب وتيجي، يعني مستحيل. طبعا فانا وجهة نظري محمد صلاح اخطا في في الحته التعامل. دي. في لكن التعامل مع محمد صلاح الموقف انا كان في حمله ضده بسبب سوء المستوى، انا شايف ان دي اوفر جدا. طبعا. اي لعيب في، احنا بنتكلم في ميسي فضل والله يتشتم طلعت في دافعت بلاده. عنه، اتقطعت، لا 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 احنا بنتكلم طلعت كوره، دافعت عنه في موضوع انت الهجوم بتتكلم. الكبير على مستواه وعلى ان هو هرب وما هربش لا وكلام لا من ده. مستحيل. الناس كتير جدا في البعض يعني زعل، يعني يا هو جماعه طبيعي ده نجم كبير جدا، وارد ان هو يكون موفق، وارد ان هو ما يكونش موفق. حته انه يهرب او ما يهربش ده كلام غير منطقي بالمره، ما ينفعش يتقال اصلا. فبالتالي لا، لكن موقفه في انه ما يستمرش مع المنتخب، لا طبعا ننتقد حاجه زي كده برافو بكل عليك، تاكيد انا يعني. معاك. ولكن محمد صلاح دلوقتي ما شاء الله وصل من الخبرات ان هو ممكن لعيب تاني يحس بوجع او بلغه الكوره كده ايوه نغزه فيكمل جري. صح. لا هو ما شاء الله نضج، فخلاص عارف ان اي جريه تانيه هتزود المزق او الشد اللي عنده بصرف النظر ايه اللي عنده، فخلاص هو وقف الموضوع. ففي ناس كتير جدا مش فاهم الكوره، تقول لك ايه ده خد القرار وطلع، ما هو لازم يطلع خلاص. هو في حاجه ما في الكوره، فيهاش. طبعا. ناس في ناس ما لهاش في الاصابات شويه يا امير، اللي هو ايه خلاص في كده نغزه بتجيلك خلاص، زي يعني بتشلك بلغه الكوره كده مش تقدر تجري. في لعيب ذكي زي محمد صلاح بيقف، ده يبقى لو الالم قد كده مثلا خلاص. في لعيب تاني يقول لك لا هجرب واجري، تروح مزق يقعد، بدل ما يقعد اسبوعين ثلاثه يقعد شهرين ثلاثه. صح. ميزه محمد صلاح ان هو عمل ده رقم واحد. رقم اثنين، لا محمد صلاح مستحيل يهرب، هيهرب من ماتش. مستحيل. طبعا هيهرب من ماتش زي ده. وبعدين محمد صلاح طبعا متأكد انه مستحيل لا يهرب. بس كثيرا ما انت تعرض بتجاوب لانتقادات. وانت ومحمد صلاح برضو احنا فضلنا فتره كبيره، عشان برضو محمد صلاح ياخد حقه، احنا فضلنا منتخب صلاح فترة كبيرة جدا، دي حقيقة، حتى صعودنا كأس العالم دي حقيقة. محمد صلاح. كان في ناس تانية مميزة معاه في الفرقة، ولكن لا محمد صلاح، لا محمد صلاح ادى منتخب مصر. مش عايزين الناس تقارن أداؤه بقى مع ليفربول بأداؤه جورج وايا، خد الكرة الذهبية محمد صلاح ما خدهاش، ما كانش بيعمل حاجة مع منتخب ليبيريا. صح. خلاص هو كان إمكانيات مع ميلان بس. اللي بيلعب جنب صلاح، مش مع كامل احترام للعيبة الممتازين في منتخب مصر، اللي بيلعب مع صلاح في ليفربول مش هو بيلعب معاه في منتخب مصر. زائد ان في حاجه دلوقتي الناس مش فاهماها، انت كل المنتخبات اللي بتلعب صلاح النهارده لا موقف له واحد واثنين، عشان كده كنا بنقول محمد صلاح حتى لو مش في مستواه بيوقف على الاقل اثنين لعيبه معاه. النهارده المحاضره كلها ازاي يوقف صلاح وازاي صلاح ما ياخدش بس حريه. ما يعني خليني اختلف معاك في وجهة النظر دي، لان حتى لو صلاح معروف هو بيلعب فين، فكل المحاضرات بتاعت الفرق اللي في انجلترا بيقولوا لهم يا جماعة صلاح بيلعب جناح يمين وبياخد الكرة ويتحرك واحد على واحد ومش عارف ايه، فبيوقف عليه واحد واتنين، ومع ذلك بيتألق صلاح. لكن هنا اللي ممكن يكون الاختلاف في ايه، في ان صلاح اصلا ما لعبش في مكانه في الماتشين، او الماتش ونص اللي لعبهم يعني، صح ولا هو لا؟ صلاح ما بيلعبش في مكانه لسبب واضح جدا معظم الناس مش عايزه تقوله، اللي هو ان مردوده الدفاعي مع منتخب مصر ضعيف جدا، ما بيقدرش يدافع، او مش ما بيقدرش يعني، هو متفرغ لها.